لا تعيد الكلمات ما هشمه الرصاص، رحل مهند. والبقية الباقية من شباب العراق رحل منهم الكثير فداء للحرية أو بحثا عن الإنسانية. 13 متظاهرا تزهق أرواحهم بدون أي سبب، رقم يضاف إلى سجلات الموتى، ولا عزاء لقتلة الإنسان العراقية. هذا شنطانة انطانا زخم لثورة تشرين، لأن دماء الشهداء الحقيقة عبدت كل الوسائل والطرق إلى الوصول إلى جادة الانتصار. هذه هي القصة اللي لازم نركن لها. هسه اللي يريد يؤمن خلي يؤمن، والما يؤمن الأيام ثابتة لما نتحدث. احنا نتحدث عن 5 أشهر، دخلنا في الشهر الخامس. لكن من جديد تخرج مسيرات طلابية إلى ساحات الاعتصام في البصرة ونحو ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بالحقوق رغم كل الدم الذي أريق. دعوات رئيس الحكومة المكلف لحماية المتظاهرين لم تجد نفعا، كذلك لم تفعل دعوات سياسيين وأصحاب رأي. ترى من الآن فصاعدا بدأت صفحات التاريخ تنفتح، فعليك أن تكون واضح، أن تطلع تظهر للشعب العراقي تشكرهم الحقيقة على التظاهر اللي أوصلك، لأن هو اللي أسقط الحكومة، عليه أن يظهر منه موقف. كما قلت لك هي هنا المشكلة، الأزمة بين الشعب وبين هذه القوى السياسية، أنه ماكو شيء محدد، كل النهايات سائبة، وعود وسوف، وأكيد أنت متابع. هذا اللي جعل الشعب بعد ما يثق بهم. لن يتوقف شلال الدم النازف ولن تتوقف التظاهرات، أمران يحمل التحدي صفة كل منهما. فالمطالبون بالتغيير من طلبة وشباب ونساء ورجال، جميعهم لن يهدأ لهم بال حتى تتحقق المطالب جميعها. أما المخربون فلا شيء يوقفهم غير العدل والقانون، والأخير غائب في ظل ضبابية المشهد وخطورته التي تكمن في أن يستمر العراق بالذهاب نحو المجهول.